لماذا الشعب القطري او الاداره او سميتو الحكومه القطريه ما دخلتش الدراجي قذف المراه المغربيه وقذف سميتو علاش ما يتكتمش حتى هو الاقاله ديالو؟ اودي الله يهديك اودي الله يهديك يا صبري اللي نوصلوا الفكره ديالنا نوصلوا الفكره ديالنا نوصلوا الفكره ديالنا خليل 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 السي خليل يا سي خليل السي خليل سي خليل اعطيني رايك في هذا الموضوع هذا انا وياك انا وياك ما خلونيش ما خلونيش صافي والله ما وصلت ولا كلمه تفضل تفضل الله يهديك انا خليل خليل انا كنقول لك انا كنقول لك انا كنقول لك الامر غادي ياخذ ابعاد اخرى وكنقول لك يعني دوله قطر دوله قطر دوله قطر عندها دخل في هذا الموضوع وعندها يد نعم في هذه الإساءة اللي تعرضت لها المملكة المغربية وعندها دعم لهذوك الناس اللي ساءوا للمرأة المغربية وانت اعطيني رأيك شنو هو؟ تخليوني حتى نكمل قطر معروفة بالفتنة حتى نكمل حتى نكمل انا متفق سفيان انا معك سفيان انا معك سفيان انا ما كتبغي تفضل انا متفق معك في النقطه وما متفقش معك في النقطه الاخرى الا وهي نعم كان هذا تصرع من المدير ومن المدير ديال الاداره ديال الاخبار المدير ديال الاداره ديال الاخبار الفلسطيني لا جزائري لا جزائري قول لي لا 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 اسمح لي واش بغيت نكمل يلا كمل قلت لي هايلة الله يجزيك بخير اختي لينا غير خليه يسمع يفسر لنا شنو هو هاد التسرع هاد التسرع زعما واش هاد الاداره ما عندها قوانين ما عندها ضوابط ما عندها زعما شي حد اللي كيمكن له هذاك اللي عيط في التليفون تيقول له نحي وجا خو تيقول له عدل راه ماشي تمت الاقاله والاستقاله سير بلاص باش راه فيه الرد فيه العطاء تفضل سي خليل انا رايك هو خليوني حتى انا كيما هضرتي دابا كيما وصلتي الفكره ديالك الله ربي يخليوني غير نوصل الفكره ديالي وديك الساعه يسبوني اللي عجبو بيديروه ما عنديش مشكل لا واحد ما يسبك سي خليل لا لا حنا كلنا مغاربه الحمد لله ولكن كل واحد عنده الراي ديالو شوف يا اخي السيد دار التغريده ديالو وهو براسه اش قال انا معيش ندفن في واحد البير لي 26 سنه وانا كنشرب منه هذا المقوله ديال محمد ناصر اما القضيه ديال سميتو كاين اللوبي ملي تلقى التغريده كاين لوبي جزائري فلسطيني تحدي واصلا هما عندهم ديما عداوة معاه راه ماشي هذه هي المره الاولى راه ديجا توقف 3 شهور ورجع على هذا اللوبي هذا هو عارف هذا الشيء وحس به جات هذه القضيه ديال التغريده هذه صنع عليه مدير القناه الاداريه ديال الاخبار بقاش كاين المدير العام وكاين المدير ديال القناه الاداريه صنع عليه مدير القناه ديال الاداريه هو فلسطيني ماشي جزائري ما كاين حتى شي جزائري تما فلسطيني قال لي اودي راه هذه القضيه هذه راه الاعلاميين معاهم عندهم لوبي صحيح الجزائري راه كثار تما في الاداره ديال الاخبار قالوا لي اودي تسحب هذيك سميتو ولا تغير منها وكذا قال لي والله ما نغير منها كلمه صافي هنا في زد معاه حتى جا لي اتصال من المدير واخا تسمح لي السي خالد اليماني الاصل ديالو مو قادره هو سمح لي الله يحفظك والله لا خلوك بالله لا خلوك الاخوان خليوها يكمل الاخوان خليوا السي خالد يكمل وخذوا كريمه ماشي مشكله شوف واحد هذيك كاتبانوا لي احسن حور كرهولي وما نحط شكرا على انك شبهنا بالكراهينا وانا دابا انا كنت احترمك ولكن دابا حاور الكرغولي يا سيدي احترمكش وسير حاور الكراهينا راه بحال هاد المغاربه هما اللي طيحوا علينا الدل مع العلم اننا احسن شعب في العرب
السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. واخا واخا ممكن مداخله سي اخا بوميدار. ممكن مداخله سي بوميدار في هذا الموضوع لان طلعت باش نهضر فيه قبيله وما دويتش. واخا سفيان تصدر بعجاله. اذا كان ممكن. نعم. في عجاله خويا. واخا. باش ما ناخذش الحق ديال الساعه حتى هو. واخا شي واحد اللي غادي يجي لا حيت انا قبيله منين كنت طالع كنت باغي نهضر في الموضوع ولكن ما تاحش فرصه شي واحد اللي غادي يجي يقول لي ان قطر ما عندهاش دخل كدوله قطر هي الجزيره والجزيره هي قطر لان قطر بصفه عامه عندها شركه ديال الغاز وعندها عندها الجزيره الاخبار دونك قطر الاشكال بالنسبه لنا حنا كمغاربه ماشي في الاقاله ديال عبد الصمد عبد الصمد غياخذ التعويضات ديالو لان عنده الطرد التعسفي وهذا لان تذاك المدير دار غلط خطا لانه ليس بخطا مهني السيد عبر عن الراي ديالو يعني وبصفته الشخصيه ليس بالصفه ديالو كالمهنيه فهمتيني وفي واحد الوسيله التواصل الاجتماعي اللي بعيده على القناه ديال الجزيره دونك هذاك السيد باش خصنا نعرفوا واحد الحاجه هذاك المدير هو قطري من اصول يمنيه وقبل ما يجي لتما الاذاعه أو التلفازة راه كان في المكتب ديال وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم آل ثاني اللي كان هو المدير الحقيقي ديال القناة يعني السيد عنده وظيفة سياسية واللي هو أخطر في الأمر اللي يقدر ربما كبر الموضوع لأن سبق أن حفيد دراجي أساء للمغاربة ورفعت به النقابة الوطنية للصحافة ديال المغرب شكاية وتحطت عند المدعي العام ورفضها فهمت وكاين صحفيين اخرين اللي نفس الشيء داروه يعني نفس رده الفعل ديال عبد الصمد وما كانش الحساب ديالهم اذا هنا كاين تحيز وهذا التحيز هذا لان قطر اليوم هي المستثمر الاول في الجزائر بنسبه 74% من الاستثمارات الاجنبيه اللي كاينه في الجزائر اذا هنا راه كاين تحيز ما نساوش الاستقبال ديال تبون المدير العام ديال بيان سبور ما خصناش نساو هذا لان راه في شهر 12 وقيلة فهمتيني لان في شهر 12 او شهر 1 اعتقد من هذه السنه كان استقبال ديال تبون المدير العام متى كان رئيس دوله يستقبل مدير عام ديال شركه وشركه ديال 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 القنوات التلفزيونيه ما عندها علاقه بالاستثمار فهمتيني اذا ما يجيش شي واحد اليوم يغلطنا يقول لك اللي حق قطر ما عندها شوف قطر هذيك 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 الجزيره هي الذراع الاعلامي ديالها هذيك هي اللي كتخدم الاجندات ديالها او ديال الدول اللي كتدفع عليها او كدير معها توافقات يعني هنا 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 يا سي سفيان كنشوفوا هذاك الوكر للفساد يعني بين الوجه الحقيقي ديال السلطات القطريه قطريه تسمون يعني ما نقولوا لا فلسطينيين ولا لوبي ولا والو هذا على على جهات عليا لان كان ولا لان لان واحد سفيان دابا انا وياك دابا انا في هذه الصفحه ديالنا اللي هي ديال الكومو ديالنا مجموعه كاملين كنجي وكان لايف كنقولوا فيه داكشي اللي بغينا حنا مسؤولين على كلامنا اللي كنقولوه مسؤولين امام الله القانون ما كيجيش واحد يقول لي لا ما كتقول او ما كتقول ولكن نمشي لواحد القناه اللي هي مغربيه المغربيه ولا دوزيم ولا القناه هذا يعني القنوات الرسميه ونبغي نقول شيء من هذا الكلام غير شويه منه ممنوع عليا من عن كل يوم من عن باتا تماما ممنوع عليا بمعنى اشكون يعني كاين قوانين وإلا انا مشيت لهذاك البلاطو او لديك القناه وقلت شي كلام اللي هو كيمس دوك الناس الجيران او غيرهم او غيرهم كانت كتعتبر الدوله ديالي هي المسؤوله على ما قلته انا هذا الناس راه الامور واضحه راه حنا ماشي زعما هو يمكن يكون خطا ديال ذاك المدير اللي ما حسبش الحسابات وما ما ردش باله لهذه الحساسيه ديال الموضوع اللي كاينه وبالتالي الاصلاح ديال الخطا اعتقد باش قطر لان شوف هذا امر ماشي سهل شي واحد يبقى يخربق وصافي راه عبد الصمد من ما هضرش يا
يعني ما كانش ردة الفعل ديالو وعرف راسو غياخذ التعويضات ديالو كيف ما اللي تقدرت مثلا تمكنوا انه يفتح قناه ديالو في المغرب قناه التلفزيونيه بكامل سميتو راه 26 عام ديال الخدمه ماشي شي حاجه سهله. نعم سفيان 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 خويا ما تاخذش اعتباطي لان راه ما يمكنش شركة كبيرة قناة كبيرة وفيها ناس مديرة صاحبي يعني قاري يعني راه تكون عنده دكتورة أو ويجي ويدير طرف تعشتو فيه بحق واحد إلا ما كانش ظهرو مسنود مزيان. لا وخاصة أن هذا السيد ماشي شي واحد اللي عاد بدا البارح راه 26 عام الخدمة يعني هو أصلا خرج قريب يخرج التقاعد علاش غيخسروه؟ إذا أنا بلاش هذه خطوة تعتبر مس المغاربة والمغرب. لا لأن مش لأن المسؤول لأن المسؤولين سيبوا مدار. شوف لأن المسؤولين موقفوش أو لا مدير أو لا أو لا أو لا. أنا بالنسبة لي مسألة سهلة يكون خطأ مهني أو لا بطش أو لا يعني طيش أو لا تصرف غير محسوب هذا شيء ما كان نقشوش ولكن هذا شيء مدروس. راه قلت لك السي بوميدار راه قلت لك منين ترجع للسي في ديال المدير. نعم راه السيد تكون في المكتب ديال وزير الخارجيه السابق حمد بن جاسم وما ادراك من حمد بن جاسم رجع السي في ديالو راه ماشي واحد نامبورتكي يعني السيد راه عنده تكوين سياسي. نعم الا انني اعتقد ان هذا يمكن واحد الغلطه وانا بالتالي كنظن ان غادي يمسحوها في المدير وربما تتم الاقاله ديالو كرد اعتبار. واخا سفيان نرجعوا لعند سعيد ولا سعد وقبل منه خالد الله يجزيك بخير. انا راني نزلتك ماشي زعما بغيت نتعسف عليك او لا هذا ونقص منك او كذا او ولكن واخا تسد لي المايك من عندك السيرو ميدار واخا تسد لي المايك من عندك ما بغيتش غير كلمه لخالد وانا معك خويا. لا غير بغيت تسد لي المايك من عندي وصافي سد لي المايك من عندك لا بغيتي. قال لي هبطني علاش ما كملت المداخله ديالي ولكن انا نزلته باش ما نبقاوش حنا هنايا مغاربه كنختلفوا ديالنا. لا الاخ ابو مدار واش واحد غيقول لك ان انا نمشي نحاور الكراغينه وما نحاوركمش؟ لا هذا كلام يسيء للمغاربه. تفضل يا سعد. شكرا تحيه لكم جميعا. شكرا سي ابو مدار. السؤال المطروح الان فيما يتعلق بطرد التعسفي ديال الصمد الناصري، من المستفيد من تهجيج الوضع بين المغاربه والقطريين؟ بالفعل جواب صريح، المستفيد هم الكراغيره. فوقت اللي كانت هما اعلنوا عليها بان ستكون حرب في المواقع وحرب اعلاميه الى غير ذلك. الصمد الناصر طرد التعسفي من قناه الجزيره، المغاربه كلهم متفقين باش يحاربوا قناة الجزيرة، ولكن ما نخلطوش الأمور بين موقف الدولة القطرية اللي واقفة فيما يخص الوحدة الترابية للمغرب. وكلنا كنذكروا الكلمة القوية ديال مندوبة قطر في الأمم المتحدة اللي كتدافع على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ونسوا كل شيء هذا الشيء ونبداو الان كنطعنوا في الموقف الرسمي القطري. هنا شكون المستفيد؟ هما الكراغله، هما الجزائريين. فاي واحد غادي في هذا الاتجاه فمع كامل احتراماتي للجميع فهو يخدم مصلحه العدو الجزائري، لانهم الان مصلحتهم باش تنوض مناوشات بين الشعب المغربي والشعب القطري في مواقع التواصل الاجتماعي والى غير ذلك. فعبد الصمد ناصر اليوم امس مع واحد صحيفه ماذا قال؟ إن البعض يريد أن يخلط الأمور، لذلك أنا أتبرأ من الذين يروجون الأمر على أنه خلاف بيني وبين الدولة والشعب القطري. فهذا سعد السلام ناصر فطن وفهم بأن هناك البعض اللي غير كب على هذا المجهد وغادي يبغي ينوض واحد البلبلة بين الشعب المغربي والشعب القطري وهو يتبرأ منهم. إذا ما دام صاحب الشأن فهم بأن هناك دخل عنصر ثالث داخل فيما في هذه القضية هذه، فما علينا احنا إلا نفرقوا بين الجزيرة أو الخنزيرة ونسميوها كما بغينا وبين الموقف الرسمي القطري. لا ولكن ولا وصول المغاربة كيسبوا الأمير، كيسبوا الشيخ حمودة، كيسبوا وش هذا؟ يا سعد
يا سعد يا سعد صدقه من يا سعد خويا سعد بلاتي خويا بوميدار خويا سعد السلام عليكم الاخ سعد المغرب هي اول من بادرت انها تساعد الدوله القطريه يعني الا كانوا غيعترفوا بالصحراء هذا جميل حنا درناه فيهم قبل ما يكونوا معانا وهما اصلا كانوا في نصر البوليزاريو ما ننساوش ما عمرنا نصر البوليزاريو قطر سمحي لي ما عمرنا نصر البوليزاريو ورجع صاحبي ما عندي ما نرجع شوف يا اختي ما عندي ما نرجع مع عمر قطر نصر البوليزاريو ما عنديش معاك الهضره لا يا سعد يا سعد يا سعد يا سعد ماشي مشكل ماشي مشكل يا سعد اسمح لي اخويا الفوقاني اسمح لي يا سعد سعد لا دعك باش نتفق انا وياك دابا خليني غير انا دابا خليني غير انا وياك انا وياك انا كنقول انا كنقول كنقول اجون سيكوريتي اجون سيكوريتي في باب في باب ذلك الوقر للفساد ما يسمى بالجزيره يكون من اصول مغربيه ويدافع ويدافع على المرأة المغربية لا هذا واحد مقتبل من باب من باب ذلك الوكر يجب على يجب على يجب على رب ذلك الوكر احترام ذلك رجل الأمن الخاص اللي في الباب ديالو هسي ابو مدار راح يا سعد ابلس الاخ سعد بغيت نسولك واحد سؤال علاش الدراجي منين كان كيطاول على المملكه المغربيه وعلى النساء المغربيه علاش الحكومه القطريه او الشعب علاش سي عمور المدير ديالنا المغربي ما طردوش مشكل ديالنا لان كل مدير القسم الرياضي كل مدير القسم الرياضي في الجزيره هو عمور ما محرك ساكن هو المدير ديالو ما هضرش على المغاربه وعلى هذاك انسان قانوني وكيخدم بالقانون والمنطق المنطق ما كيبغيش القانوني مادام مدير طبق الترتعسفي لانه كرغولي ما عليكمش مداخله الصدر انا ولكن هذاك الجزيره هذاك الرئيس ديالها خلينا من المدير الرئيس ديالها اللي عرف بان موظف انا كنقول انا راكين في القانون راكين سلم تراتبي فهمتي راكين سلم تراتبي راكين واحد لافويرارشيك ما غاديش نجيو الامير تميم غيفكر بان واحد الصحابي سميتو عبد الصمد ناصر راه طرد راه ما يمكنش هذا لا يعقل السلام عليكم لا يعقل شو الامير تميم مباشره راه شويه ديال نعم يا سعد راه ما تفرجش لانه دار خطا في الوظيفه ديالو اختي دار طرد لانه وقف ديالو بالضبط الجزائر كيدافع على المرأة المغربية وكيدافع على وحدة التراب المغربية هيلا 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 غير باش نقول لك واحد القضية باش نديرو الختام سعد هذا كلامي هو هذا ورأيك هو هذا يحترم كلامي أنا سمعتيه شكرا كلامي أنا سمعتيه وكلام الأخت هايلة سمعتيه والزمان بيننا والزمان بيننا إلا ما خداش هذا الشيء أبعاد لا نحن مختلفين رحنا مقتربين اليوم عاود ثاني اكدت سوريا بان اعتراف البوليزاريو شوف في راسكم هذه شنو هي اليوم سوريا النظام السوري عاود فتح اعتراف البوليزاريو وحنا هذه تعرفوا بان الكراغله بان الجزائريين راه خدامين اعلاميا وفي المواقع وفي الواقع وهذا ضد مصلحه المملكه المغربيه ما نطيحوش الفخ ونعاديو الشعوب العربيه تحياتي لكم والى اللقاء سي ابو مدار شكرا ولكن هذاك التعرجي كان كيخدم المصلحه ديال مجتمع الاسد من داخل الجزيره وحتى واحد ما طردو وحتى واحد ما سأليه وهذيك الفضيحه اللي كانت وقعات ما بينه وما بين هذيك ما بين السورية اللي شداتو وطلقات الفيديو في العالم كله سمعوا ما شفناش مدير سواء يكون مغربي او لا ماشي مغربي داخل الجزيره سأليه لانه هذيك مساله يعني موقف ديالو تجاه
بشار او لا تجاه قضيه اخرى، كيبقى يعني الموقف ديالو رسمي في صفحته الرسميه. هذا مكان خذ. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم خويا. تفضل خويا تفضل. غادي مداخله من شقين. اولا قضيه الجزيره وقطر. صوتي اخي الصوت. الشق الاول في قضيه الجزيره وقطر، والشق الثاني في قضيه المقارنه ما بين النظام المغربي والنظام الجزائري. نبدا بالمقارنه. الصوت مسموع؟ الصوت مسموع؟ شويه دابا مزيان؟ دابا مزيان. والصوت ديالي مسموع شويه دابا مزيان؟ فيما يخص المقارنة، فيما يخص المقارنة بين النظامين، كمن يقارن القط الأليف الذي لا يستطيع العيش إلا مع الإنسان أو العب في يد الإنسان في يد مالكه، وبين الأسد الذي لا يستطيع العيش إلا وهو حر سيد نفسه. وهم كلهم يعني لا القط ولا الأسد، كلهم من فصيلة واحدة، فصيلة الطنوريات، ولكن شتان بين الاثنين، شتان بين الأسد المغربي الذي عاش منذ سنة 1988 وهو حر وسيد نفسه، وبين القط الجزائري الذي عاش على مر العصور وهو مجرد لعبة أليفة بيد المستعمرين والتعبيدين. فالمقارنة لا تجوز بين الاثنين رغم أنها من فصيلة واحدة، فصيلة الطنوريات. نجي دابا لقضيه قطر والجزيره. احنا في واحد الموقع اللي ما خصناش نستعداو للشعوب، هذه وحده. عندنا نظام وخصنا نفرق ما بين النظام القطري وناخذه بالظاهر، اما بسريره القلوب فنتركوها للخالق سبحانه وتعالى. الظاهر ان النظام القطري مع السياده المغربيه على كامل اشرابه، الظاهر. اما كون الجزيره هي الذراع الاعلامي لقطر أو للدولة أو للجهات الرسمية، وأن هي من تمرر هذه القضية ديال تقسيم الخريطة وقضية ديال الروبورتاجات على المغرب والضرف وحدة المغرب، فهذا يبقى كاين واحد العلاقة ما بين الجهات الرسمية رغم أنها ذراع إعلامي، هي ذراع إعلامي، ولكن لا ننسى بأن قطر مثلها مثل الجزائر بكل صراحة، هي مجرد دمية، مجرد دمية بيد الإيرانيين بيد الفرس. كنشوفوا بأن الفرس كيتحكموا في قطر، والخير دليل أنها ما تقدرش تثبت أي تقرير على هذه المظاهرات والعشرات بل المئات من الموتى جراء المظاهرات في إيران، ولا تقرير واحد وكأن شيئا لم يحدث. وهذا كيبين لنا فعلا شكون اللي متحكم في سياسة القرار كالجزائر، هي مجرد دمية عن فرنسا. يعني احنا ما خرجوش من بالنا هذا الامر، ولكن بالنسبة للقرار الرسمي ديال الدولة القطرية هي مع وحدة المغرب. اذا احنا نشوفوا نحاولوا نعزلوا ما بين الذراع الاعلامي وما بين الجهات الرسمية او الدولة القطرية الى حد الان.